يحتفل العالم بعيد العمال العالمي، وهذا حق وتقدير وإكرام للرجال والنساء الذين يكافحون من أجل لقمة العيش ولتسديد احتياج العائلة ولرفع من مستوى الشعوب التي تحب أرضها ووطنها. وهكذا يعلم الكتاب المقدس أنه بعرق وجهك تأكل خبزاً، وأنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً. ويقول أيضاً: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية. وعندما تعمل اعمل كل شيء بأمانة واستقامة، ولا تظلم أحداً، أعطي الحقوق للجميع، لأنه عدم الأمانة والغش والكذب والرشوة إلى آخره تدمر نفسك وتدمر مجتمعك. اسمع ما أوصى به الرسول بولس: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعمل الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. لا بخدمة العين كما يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة. تذكر، الله يرى ويكافئ، فدعونا نعمل من كل قلوبنا لنبني مجتمعا ناجحا. والرب يبارككم ويسدد كل احتياجكم.